معانا الأستاذة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار. أهلا بحضرتك. أهلا بيكي فندم. أهلا وسهلا. أستاذة غادة، عايزة أخد بقى فكرة سريعة كده عن المشاركين في المبادرة وإزاي أنا ممكن أستفيد منها كمواطن. هي المبادرة الحقيقة يعني بتتلخص في إنه في دعم قدم من الدولة ومن الشركة الوطنية ومن وزارة الطيران المدني لتخفيض أسعار الطيران لمحافظاتنا الساحلية والسياحية، الأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم، بقت بأسعار الحقيقة بتصل ل 50% تخفيض عن الأسعار العادية. بالإضافة لمبادرة غرفة المنشآت الفندقية اللي قدمت عدد من الفنادق اشتركوا معانا في المبادرة بتخفيضات برضو غير مسبوقة. بنتكلم على الفنادق الثلاث نجوم سعرها بيوصل ل 300 جنيه للفرد شامل الوجبات والخدمة والضريبة، وتوصل للفنادق الخمس نجوم حوالي 750 جنيه للفرد شامل الخدمات والوجبات. بنقول طبعا الوجبات في البحر الأحمر وجنوب سيناء all inclusive اللي هي فطار غدا عشاء وسوفت درينك. في الأقصر وأسوان طبعا لأنه بتبقى في خلال اليوم المزارات. ايوه، فطار وعشاء في الأقصر وأسوان. طبعا كمان المبادرة فيها تخفيضات على الآثار وعلى المناطق السياحية والأثرية برضو بتصل ل 50% على تذاكر الدخول سواء للمعابد سواء للمتاحف للمناطق السياحية والأثرية جميعا. تابعة لوزارة السياحة والآثار. يعني كل الفنادق تقريبا مشتركة، يعني الخمس نجوم والثلاث نجوم غالبا، يعني ما اقدرش اقول إن معظمها يعني طبعا في فنادق، بس مهم جدا ان احنا برضو نلاحظ انه حرصنا على ان الفنادق اللي مشتركة هي اللي حاصلة على شهادة السلامة الصحية اللي هي بتطبق طبعا الإجراءات المطلوبة طبعا. ده أكيد زي ما حضرتك أشرتي، إحنا الشتاء في مصر ما غير مسبوق، الجو دافي، الشمس جميلة، البحر إحنا بقالنا فترة يعني لوكت أب ويعني قاعدين في بيوتنا بعيد عازف، فبالتالي أعتقد دي فرصة مناسبة جدا إن شاء الله وللأسر إن هم تحقق الهدف المرجو منها. شكرا أستاذة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار على وجود حضرتك معنا.